شادين، خلينا نروح دلوقتي نتابع مع حضراتكم أهم الأخبار اللي هتحصل النهاردة بإذن الله، كمان أهم الماتشات اللي هتتلعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات بطولة كأس الأمم الأفريقية. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهينطلق معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس تحت شعار نصنع المعرفة نصون الكلمة، وبتقام فعالياته الثقافية في الفترة من 25 يناير حتى 6 فبراير المقبل، وبتحل مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وتم اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية المعرض، واسم الكاتب يعقوب الشاروني شخصية معرض كتاب الطفل. النهاردة هتبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر تشغيل قطارات إضافية بمناسبة أجازة نصف العام الدراسي تلبية لرغبات المسافرين من الشركات السياحية وطلاب الجامعات والهيئات المختلفة. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 4 مباريات قوية في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الإفريقية. هيلتقي منتخب ناميبيا مع منتخب مالي الساعة 7 بالليل. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب جنوب إفريقيا مع منتخب تونس. 10 بالليل هيلتقي منتخب زامبيا مع منتخب المغرب. في نفس التوقيت مباراة منتخب تنزانيا مع منتخب الكونغو الديمقراطية. النهاردة العشاء الكرة الأسيوية موعدهم مع مباراتين مهمين في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الأمم الأسيوية. هيلتقي منتخب اليابان مع منتخب إندونيسيا الساعة 1:30. في نفس التوقيت هيلتقي منتخب العراق مع منتخب فيتنام.